أوجه دعوة إلى كل أخوتي في هذا البلد، كل الشعب، التفتوا إلى من يحاول أن يتقمص ثوب الشعب ليوصل إلى مراده، انتبهوا إليهم جيدا. فمن يحاول أن يعطي النظام فرصة لأن يظلم أكثر وأن يتوصل إلى أن يحكم الشعب بغير إرادته، انتبهوا لهم جيدا. فكثير من المنافقين موجودين بالأمس ولا زالوا لليوم، انتبهوا إليهم، لا يتقمصون، قد يتقمصون حتى لباس الدين ويتقمصون حتى لباس الشرف، انتبهوا لهم جيدا. لا تغرنكم، فأذكر بما قاله السيد الصدر رحمة الله عليه، يقول الناس إذا انحرفوا انحرفوا بأنفسهم، نحن معاشر العلماء إذا انحرفنا انحرفنا بأمة، ليشير إلى خطورة موقف رجل الدين وموقف المثقف بما معنى آخر. علينا أن ننتبه أن لا نكون أمة مع من يجب أن نرفض ما نراه خطأ. من لا يتحمل أن يقال له أنت مخطئ فليذهب إلى الجحيم، لن يكون ممثلا لهذا الشعب كبر أو صغر. ونحن من أمام هذا القبر، من أمام هؤلاء الشهداء، نعاهد الله سبحانه وتعالى أن لن نتخلى عن حقوق شهدائنا وحقوقنا السياسية والإنسانية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الأمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ورحم الله من قرأ الفاتحة.